اهلا بحضراتكم من جديد. وكيفية استعداد الاهلي او الطريقه اللي بيستعد بيها الاهلي لمباراه طلائع الجيش، خاصه في ظل ضغط المباريات، الحاله النفسيه، الوقت ضيق جدا. عندك مباراه النهارده في السويس، يوم الجمعه مباراه في اسكندريه، يوم الثلاث الجاي مباراه في الجونه. فبالتاكيد الجهاز الفني والاداري بيشتغل بشكل مختلف جدا خلال العشر ايام الاخيره من عمر مباريات الدوري العام. لذلك اذهب مباشره الى مقر اقامه الفريق في السويس عشان نتعرف من زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناه الاهلي على اخر الاستعدادات لمباراه الجيش والاهلي، وايضا الترتيبات للاسابيع القادمه. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. بالفعل متواجدين في معسكر النادي الاهلي بمحافظه السويس. يا رب باذن الله يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الاهلي ونفوز على فريق كبير هو فريق طلائع الجيش. المباراه في 9 مساء، يا رب يا رب باذن الله التوفيق النهارده يكون مع النادي الاهلي. ومن خلفي المحاضره الفنيه اللي هتبدا حالا او الساعه 5:30، مستر بيتسو موسيماني اللي هيعلن فيها التشكيل مع لاعبي النادي الأهلي. يا رب يكون التوفيق اليوم من نصيب النادي الأهلي. طيب أنا شايف قدامي على الشاشة طبعا نزول عدد من اللعيبة، علي معلول ورامي ربيعة، الكل بيستعد خلاص للدخول في المحاضرة. لكن كواليس الفريق يا شريف والأجواء عندك في السويس، درجة الحرارة زي القاهرة درجة حرارة عالية، أنا قدامي على الشاشة حوالي 35 درجة مئوية، لكن في المساء الجو عامل إزاي؟ برضو الجهاز الفني بيحضر إزاي للماتش؟ فكرة بقى بعد مباراة النهاردة في السويس، لسه عندك مباراة في اسكندرية، عندك مباراة في الجونة، برضو التحضير للجو ده ازاي؟ مع عايز اعرف منك بعد مباراة النهاردة محمد شريف يلحق بمباراة المصري القادمة، واخر الاخبار عندك. طيب ابدا لك بلقاء اليوم. طبعا احنا زي ما قلت لك المحاضره هتبدا حالا، اللي هيعلن فيها مستر بيتسو موسيماني التشكيل اللي هيخوض به لقاء طلائع الجيش. درجه الحراره بتتكلم في حوالي 27 درجه مئويه، يمكن درجه حراره لحد ما كويسه جدا على المساء. المباراه في 9 مساء هيكون الجو كمان احسن من دلوقتي، فالجو احسن بكتير من الجو في القاهره الان. جو ممكن يساعد باذن الله لاعبي النادي الاهلي على اداء مباراه عاليه جدا. طبعا الاهلي اللي استعد لهذه المباراة بتمرينة واحدة فقط طوال المباريات، ضغط المباريات. فضل مستر بيتسو موسيماني اعطاء اللاعبين اجازة بعد مباراة انبي نظرا لارهاق اللاعبين الشديد. امبارح كان في تمرينة يمكن مستر بيتسو موسيماني عمل فيها محاضرة وعرف فريق النادي الاهلي نقاط القوة والضعف لفريق النادي الاهلي، طبعا لفريق طلائع الجيش، وطلب اللاعبين بالفوز. مدير الكرة الكابتن السيد عبد الحفيظ عقد ايضا جلسة مع اللاعبين وطلب اللاعبين بعد عدم التفكير في المنافس والتركيز فقط في الاربع مباريات، التركيز فقط في مباراه طلائع الجيش تباعا بقى او مباريات من بعد مباراه طلائع الجيش، التركيز ثم التركيز مع النادي الاهلي ومحاوله الفوز في الاربع مباريات. ونطرق الامور بقى الحسابات في الى اخر مباراه ونشوف ربنا كاتب لنا ايه يعني، ونشوف ربنا لو قدر لينا باذن الله نفوز البطوله، وباذن الله باذن الله باذن الله يكون ربنا شال لنا خير باذن الله ونفوز بالبطوله. النهارده يوم النادي الاهلي بدا في 11 صباحا كان الفطار، الغدا كان الساعة 3:00 عصرا، المحاضرة 5:30، التحرك هيكون الساعة 7:10 إلى استاد الجيش بالسويس. بتتكلم في مسافة حوالي 25 دقيقة من الفندق إلى ملعب المباراة. بتتكلم عن محمد شريف، الكل بينتظر مصير محمد شريف. النهارده كان ليا جلسه مع الدكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، وطمني ان بكره باذن الله محمد شريف هيشارك في جزء من النادي الاهلي، فبيتعمل له كل مده زمنيه قصيره سونار، فالاصابه لمت بشكل كويس جدا، فباذن الله بكره محمد شريف هيشارك في جزء من المران، وبعد بكره باذن الله هيشارك في المران بشكل اكبر. فباذن الله باذن الله شريف قد يلحق بالمباراة المقبلة مباراة المصري بإذن الله، ولو ما بدأش بإذن الله ممكن يكون موجود على دكة البدلاء. خبر مفرح لكل جماهير النادي الأهلي، زي ما انفردت شاشة قناة النادي الأهلي طبعا بإصابة اللاعب من 7 لـ10 أيام، والكل قال لك أو كل الإعلاميين وأغلب السوشيال ميديا اتكلم إن محمد شريف هيغيب لنهاية الموسم، ولكن طلع الصدق كالعادة لشاشة التميز شاشة قناة النادي الأهلي. من خلف الآن طبعا مديرين يعني مديرين الإداريين
الكابتن عمرو محسب والكابتن وائل لازم طبعا يبقوا قبل بدايه المحاضره وقبل اي وجبه فطار او غذاء لازم يكونوا موجودين ويدونوا كل لعيب بيحضر وبيشوفوا. انت عارف يا محمد طبعا انت شفت بعينك الكلام ده كله، ما فيش حاجه اسمها تاخير في النادي الاهلي، في نظام شديد، في انضباط شديد ايا كان بقى في النادي، في معسكر، في ميعاد لازم اللعيبه تنزل قبل الميعاد، فالاداريين بيبقوا موجودين عشان يدونوا كل كبيره وصغيره، اللي بيلتزم بياخد حقه، واللي يعني مش هقول بيهرج او اللي يتاخر شويه بيلاقي على طول اتساءات مدير الكره ما بيهرجش بالزبط. الكابتن سيد ما فيش خالص، ده اقل من دقيقه كمان فما شاء الله اللعيبه كلها ملتزم، اللعيبه كلها بتنزل قبل الميعاد بفتره، فرب يكرم باذن الله والتوفيق النهارده يكون معانا ونفوز. طيب. بس اهم حاجه باذن الله حكام الفار النهارده يدونا حقنا باذن الله. طيب سؤال اخير يا شريف عشان الوقت بالتاكيد برضه عشان المحاضره هتبدا واكيد تاخدوا الكواليس كامله، قربك من اللعيبه، عايز اعرف اللعيبه يعني في مرحله الضغوط والحديث والسوشيال ميديا، هل اللعيبه بتقرا بتشوف السوشيال ميديا بتكتب ازاي، ولا اللعيبه فاصله نفسها تماما خلال الفتره القصيره دي عشان يكون تركيزها بالكامل داخل الملعب فقط؟ عايز اعرف منك تفاصيل الكواليس دي، لان طبعا مهم جدا بان مراسلي قناه الاهلي دايما موجودين في المعسكرات، فالجمهور بيبقى عايز يعرف التفاصيل دي، اللعيبه بتفكر ازاي في الفتره دي، اللعيبه ممكن تقول ايه على المرحله دي، فايه اللي ممكن توصله للجمهور من خلال قربك من اللعيبه والجهاز الفني في هذه الفتره المهمه؟ هوصل واقول لك ان امبارح مدير الكره الكابتن سيد طلب من اللاعبين بيئه التركيز فقط في مباراه النادي الاهلي. امبارح مستر بيتسو موسيماني اما عارف ان كل السوشيال ميديا وبعض الاعلاميين او اغلب الاعلاميين بيتكلم ان رحيل فلان ورحيل فلان، فاتكلم امبارح مع اللاعبين في المحاضره اللي هم ما فيش ولا واحد ماشي، كل الاسماء اللي بيتم طرحها الان ليس لها اساس من الصحه، مش هياخد قرار في اي لعيب الا بعد انتهاء الاربع مباريات، اللي هيثبت نفسه في المباريات المقبله للنادي الاهلي بالتأكيد هيكون مكمل معايا. ما تشغلوش بالكم باللي بيتكتب مين ماشي مين قاعد، اللي هيلتزم معايا واللي هيأدي بكل قوة هيكون مكمل معايا في المواسم الجديدة. الراجل كان كلامه واضح، كان كلامه كلامه سعيد لكل لاعبي النادي الأهلي ان اللي هيأدي مع الراجل في الفترة المقبلة، اللي هيلتزم في الفترة المقبلة بإذن الله هيكمل مع النادي الأهلي. فكل مركز مع مستر بيتسو موسيماني والجهاز الفني والجهاز الإداري، وطبعا كله عاوز يسعد جماهير النادي الأهلي، فبطمنك وبطمن كل جماهير النادي الأهلي كل مركز تركيز شديد على اربع مواجهات بدايه من مواجهه طلائع الجيش. تمام زميلي العزيز شريف شعبان، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات.